في إطار جولته بمدينة العالمين الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه الوحدات الجاهزة للتسليم مشروع الحي اللاتيني بمن المدينة تمهيدا لبدء إجراءات تسليمها للحاجزين. وأشاد مدبولي بجودة أعمال التشطيبات المنفذة والمساحات الخضراء بالمشروع، ووجه بضرورة الحفاظ عليها والاهتمام المستمر بأعمال التشجير. كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات السكنية في التوقيتات المخططة والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة في هذا الشأن.